نبدي ببعض الأسئلة من الأخت نور. تقول أنا معي ذهان بأخذ الريسبيرال بقدر أتركه. شكرا جزيلا أختي نور. الريسبيردون أو الريسبيرال هو دواء جيد جدا من الأدوية المضادة للذهان من الجيل الثاني من هذه الأدوية. احنا مرات يعني نسميها الجيل الأول والجيل الثاني. الجيل الأول من المضادات للذهان هي الأدوية القديمة اللي كانت تتميز بفعاليتها، يعني هي لحد الآن هي أدوية فعالة ونقدر نستخدمها، لكن كانت بها أعراض جانبية أكثر على خلينا نقول على حركة الإنسان، على يعني مسألة إدراك وعي الإنسان شوية تكون يعني أثرها كبير مقارنة بالجيل الثاني من هذه الأدوية. الجيل الثاني من هذه الأدوية هي أيضا فعالة، لكن يعني أعراضها الجانبية على حركة الإنسان أقل، يعني هذا أنه ما تسوي ببطء بالحركة، ما تسوي مثلا أعراض مشابهة للشلل الارتعاشي أو الباركنسنز ديزيز أو ما إحنا نسميه الإكسترا بيراميدال سايد إفكت، يعني هاي أعراض جانبية متعلقة بحركة الإنسان وعضلاته والشد مع العضلات إلى آخره، لكن هي أيضا بها أعراض جانبية، يعني إحنا ما نقول هي خالية من الأعراض الجانبية، هم بها أعراض جانبية متعلقة مثلا بزيادة نسبة الإصابة بما يسمى بالميتابوليك سيندروم اللي هي مجموعة تغيرات تحدث بالجسم من ناحية زيادة الشهية، زيادة الوزن وزيادة نسبة الإصابة بمرض السكري إذا لم يسيطر المريض على أكله وعلى وزنه خلال استخدامه لهذه الأدوية. فهذا هو الفرق جدا بصورة سهلة جدا عن الجيل الأول والجيل الثاني من الأدوية المضادة للذهان. فالريسبيرال أو الريسبيريدون هو من الجيل الثاني، يتميز بفعاليته، فممكن أنه يزيد نسبة هرمون الحليب البرولاكتين عند الإنسان، وهذا قد يسبب أعراض جانبية بالناس خصوصا الشباب، لأنه ممكن أنه يؤثر على الدورة الشهرية للمرأة، وممكن أنه يؤثر على الوظيفة الجنسية أيضا، لكن بشكل عام دواء فعال ونستخدمه بصورة كبيرة، وليس كل المرضى راح يصير عندهم هذه الأعراض الجانبية. السؤال مال نور تقول هي بقدر أتركه شو وقت توقفه وهي تستخدمه للذهان. احنا اختي العزيزة والله نور دائما نقول انه لا يمكن انه نعطي رأي حول ايقاف العلاج مال شخص معين خلال هذه القناة. هذا القرار هو قرار جدا مهم ويجب ان يتم اخذه بعد تقييم حالة المريض من قبل الطبيب والكلام مع المريض عن فوائد ومضار ايقاف العلاج، تمام؟ لكن بشكل عام احنا نقول اذا المريض دا يستفاد من الدواء ومدى يعني ما عنده أعراض جانبية كبيرة من الدواء، ومثلا ما زاد وزنه كثيرا من بسبب الدواء، مدى يعني حصل أعراض جانبية أخرى مثلا كثرة النوم والبلادة في التفكير وإلى آخره من هذه الأعراض الجانبية، فلا مانع من الاستمرار به ما دام هو ينطيك المنفعة ومدى يسبب لك أعراض جانبية. لكن متى يمكن إيقافه حقيقة ما أقدر أقول لك والله نور، لأنه هذا قرار تأخذيه أنت ويا الطبيب المختص مالتك. هنالك سؤال من أحمد يقول عند القيادة أحس أن السيارات قريبة جدا مني وأحسها تتحرك باتجاهي، هل هذا بسبب أدوية أم بسبب الخوف أو الذهان؟ والله أخي أحمد يعني قد يكون بسبب الخوف، أعراض القلق والاضطرابات القلق والهلع ممكن أنه تسبب هذه الأشياء. قد تكون أنت تعرضت لحادث سيارة أو شفت حادث سيارة أمام عينك أو أحد تعرفه تعرض إلى حادث سيارة وبالتالي صار عندك خوف من أنه السيارات تكون أقرب إليك، فحتى لو هي كانت شوية بعيدة يمكن تشوفها أقرب إليك بسبب هذا الخوف والقلق الناتج من تجاربك السابقة. لكن ما أعتقد هو بسبب يعني يكون أدوية أو ذهان، ما أتوقع. أنا أتوقع بس مجرد بسبب القلق والخوف من أنه راح تتعرض إلى حادث أو أنه سيارة راح يعني تصطدم بك.